المحافظة على حياة الإنسان وتحمله المسؤولية على رعاية نفسه ومن تحت رعايته هو من أسس الحياة اليومية بكل متطلباتها، كما الأب يعتني بأطفاله. هكذا تعمل الدول على الاهتمام بمواطنيها حفاظاً على حياتهم ورفاهيتهم. ومع التطور الذي نشهده نرى عملة ذات وجهين تحمل لنا الرفاهية والخطر في الوقت نفسه، وخير دليل على ذلك هو السلامة المرورية، حيث نرى تطور هائل في المركبات الآلية وارتفاع كبير في الحوادث المرورية. هنا يأتي دورنا وجه العمل الإيجابي للتطور Driving App، والتي تضم مجموعة متميزة من الخبرات في مجال التكنولوجيا والسلامة المرورية، والتي قامت بتقديم حلول مبتكرة في تعليم السواقة عبر تقنيات العالم الافتراضي، حيث نهتم برفع مستوى السلامة المرورية لدى السائقين من خلال تعليمهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة المرورية. يعمل برنامج التعليم الافتراضي من خلال 6 مراحل على تعليم الطالب بأسلوب شيق وممتع بلغته الأم، مستخدماً أحدث أنواع التكنولوجيا المتاحة في العالم، ليتمكن الطالب مهما كان مستواه العلمي من التزود بكل ما يحتاج إليه من معرفة قبل البدء بالتدريب العملي للسواقة، حيث يتم ذلك من خلال المراحل التالية. في المرحلة الأولى يتم استخدام أجهزة الواقع الافتراضي لشرح وتفصيل المادة النظرية للمواضيع المطروحة في دليل تعليم السواقة المقرر من إدارة المرور، حيث يقوم النظام بتوجيه الدروس عبر نظارات الواقع الافتراضي للطالب بلغته الأم، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الواقع الافتراضي ميسر لجميع المستويات الثقافية حتى الأميين منهم. تحقق من حركة السير على يسارك. أفسح المرور للقادمين من اليسار إذا كانت هناك حركة سير قادمة. تعمل المرحلة الثانية على تمكين الطالب من طرح الأسئلة إلكترونياً، وذلك من خلال الجهاز اللوحي الخاص بكل طالب، حيث يوجهه بواسطة الكاميرا إلى الموضوع الذي يود الحصول على الإجابة عنه، ليحصل عليها كاملة بواسطة أفلام توضيحية بلغته الأم. في المرحلة الثالثة تستخدم الطاولة التفاعلية في شرح وتوضيح العديد من المواضيع الهامة، والتي سجلت أعلى نسبة من الحوادث المرورية عبر شرح لقواعد وأفضليات المرور في إطار قانون المرور القطري، وأيضاً كيفية التعامل مع المسارات المرورية وأساليب وطرق الانتقال من مسار إلى آخر، وإجراءات التعامل مع التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية. لإيصال الخبرة في القيادة قبل الحصول على رخصة سوق، يتدرب الطالب في المرحلة الرابعة على قيادة المركبة التي اختارها في ظروف مختلفة من خلال استخدام أجهزة تدريب على القيادة التشبيهية، والتي تضع الطالب في مواقف وظروف مختلفة يمكن أن يتعرض لها السائق على أرض الواقع. يتعرف الطالب على المركبة في المرحلة الخامسة، حيث يتم شرح مؤشرات لوحة القيادة الخاصة بها، بالإضافة إلى شرح مفصل عن أجهزة السيطرة الرئيسية والفرعية ومعرفة الأنظمة التي تحتاج إلى صيانة دورية ضمن نموذج تشريحي للمركبة من خلال تفاعل الواقع مع تقنية الواقع الافتراضي بأسلوب شيق. المرحلة السادسة يتم مراجعة تدريس المنهج النظري المعمول به في دولة قطر عبر طرح المادة من خلال أسئلة متعددة يتم الاختيار منها، تشمل جميع المواضيع التي تحتويها المناهج بطريقة ممتعة على شاشات تعمل بواسطة اللمس، وتضع الطالب في بيئة مشابهة لاختبار إدارة المرور بهدف التأكد من مستوى المعرفة بقانون المرور وقواعده وآدابه. كما تجدر الإشارة إلى أن الطالب يمكنه مراجعة الأسئلة أينما كان
من خلال تطبيق خاص، وقد أخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي للطالب ولغته. يقوم النظام بتحديد المواضيع التي يوجد بها ضعف لدى الطالب ليتم إعادة شرحها من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ثم يتم من بعدها إعادة تقييم الطالب حتى يجتاز اختبار التقييم ويعطى شهادة تؤهله لإجراء اختبار إدارة المرور. بعد اجتياز الطالب الاختبار النظري المعد من الإدارة العامة للمرور بنجاح، يتم البدء بعملية التدريب العملي، حيث يتم ربطها بجهاز سيرفر مبرمج لهذه الغاية، ليبدأ الطالب من خلال إدخال الرقم التعريفي الخاص في جهاز لوحي خاص لكل مدرب، ومن ثم إدخال رقم السيارة، وأخيراً إدخال الرقم التعريفي الخاص به. والفائدة من هذه العملية هو ضبط للوقت المحدد لكل حصة تدريبية للمتدرب ومقدارها 45 دقيقة، ومتابعة هذه الحصة عن طريق السيرفر من حيث مكان تواجد السيارة، والتواصل المباشر بين مدير التدريب والتطوير والمتابعة مع المدرب عبر غرفة عمليات معدة لهذه الغاية. استخدمنا في هذا البرنامج أحدث التقنيات لنضع السائقين على طريق السلامة للحفاظ على أمن البلاد ومقوماته البشرية، ليتمكن كل منزل من إطفاء أنواره ليلاً وعدد أفراده مكتمل.